السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم سوف يكون عن قصر البارون، والذي يوجد في جمهورية مصر العربية. قصر البارون إنبان، وهو أحد قصور مصر الأثرية ذات الطراز المعماري الخاص، والذي شيده المليونير البلجيكي البارون إدوارد إنبان، والذي جاء إلى مصر قادما من الهند في نهاية القرن التاسع عشر بعد وقت قليل من افتتاح قناة السويس، حيث بدأ في إقامة مشروع سكني جديد في صحراء القاهرة تحت اسم هيليوبوليس، وقرر إنشاء قصره الخاص، واختار تصميما على طراز العمارة الهندوسية الأوروبية للمعماري الفرنسي ألكسندر مارسيل. بدأ بناء القصر في العام 1906 ميلادي، وافتتح في عام 1911 ميلادي، ولكن للأسف منذ الخمسينات ومع تناقل ملكية القصر بدأ القصر يتعرض للإهمال، حتى قامت الحكومة المصرية بشرائه في عام 2005 لقيمته الأثرية والمعمارية، وبدأت وزارة الآثار المصرية أعمال ترميمه في عام 2017، والتي انتهت بافتتاحه في عام 2020. يقع القصر حاليا في قلب منطقة مصر الجديدة في القاهرة. تبدأ قصة إنشاء قصر البارون عندما عرض البارون إنبان على الحكومة المصرية فكرة إنشاء حي في صحراء شرق القاهرة، والذي اختار لها اسم هليوبوليس، والتي تعني مدينة الشمس. واشترى البارون الفدان بجنيه واحد فقط لافتقار المنطقة إلى المرافق والمواصلات والخدمات، وحتى يستطيع البارون جذب الناس إلى ضاحيته الجديدة. وقد فكر كذلك بإنشاء مترو، وكلف المهندس البلجيكي أندريه برشلو الذي كان يعمل في ذلك الوقت مع شركة مترو باريس، كلفه بإنشاء خط مترو يربط الضاحية الجديدة بالقاهرة، كما بدأ كذلك في إقامة المنازل على الطراز البلجيكي الكلاسيكي، بالإضافة إلى مساحات كبيرة تضم حدائق، وبنى فندقا ضخما هو فندق هليوبوليس القديم، الذي ضم لاحقا إلى القصور الرئاسية بمصر، ويستخدم حاليا كمقر رسمي لرئيس الجمهورية. قرر البارون إنبان أن يكون أحد أولى بنايات الضاحية القاهرية الجديدة قصره الخاص. يقع القصر على مساحة 12 ألف متر تقريبا، واستلهم تصميمه الخارجي على نمط المعابد الهندوسية القديمة، أما تصميمه الداخلي فهو مصمم على فنون عصر النهضة الأوروبية بطريقة تجعل الشمس لا تغيب عن حجراته وردهاته أبدا. المساحة الداخلية للقصر صغيرة نسبيا، فهو مكون من 7 حجرات موزعة على طابقين. الطابق الأول يضم صالة كبيرة و3 غرف، إحداها للضيافة والثانية للمائدة والثالثة خصصت للعب البلياردو، ويتم الصعود للطابق الثاني عن طريق السلم الرخامي المزين بدرابزين محلى بتماثيل هندية صغيرة دقيقة الصنع. ويتكون الطابق الثاني من صالة كبيرة و4 غرف واسعة. أما سطح القصر البانوراما أشبه بمنتزه استخدم في بعض الحفلات التي يقيمها البارون، وكان مكانه المفضل للجلوس وقت الغروب. وعلى جدران السطح تبرز الرسومات النباتية والحيوانية والكائنات الخرافية متعددة الأشكال. استخدم في بناء القصر المرمر والرخام الإيطالي والزجاج البلجيكي البلوري، الذي يمكن من بداخل القصر رؤية كل من في الخارج.
ويتصدر مدخل القصر تماثيل الفيلة، كما ينتشر العاج داخل القصر وخارجه. وترتفع نوافذ القصر المصنوعة على الطراز العربي، وتنخفض مع تماثيل هندية بوذية، وعلى شرفات أبوابه زخارف إغريقية دقيقة الصنع. كذلك يضم القصر مجموعة من التماثيل والتحف النادرة المصنوعة بدقة من المعادن النفيسة، منها ما جلبه البارون من الهند مثل تماثيل بوذا والتنين الأسطوري، ومنها ما هو أوروبي الطراز المصنوع من الرخام الأبيض ذو ملامح يونانية ورومانية.